نروح دلوقتي زي ما احنا متعودين واخر اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، وزميلتنا العزيزه سالة حمد هي موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سالة صباح الخير عليكي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير. طبعا في البدايه برحب بيك انا هواند، واكيد برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا هكون معاك انا هواند ومع كل جمهور 10 الصبح في الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل اخبار جميع الفرق الرياضيه واخبار النادي الاهلي بشكل عام. وخلينا نبتدي معاكي باخبار جميع الفرق الرياضيه والفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن علي هاشم اللي قدروا امبارح يحققوا فوز صعب على نادي الطيران بنتيجة 75-74 بفرق نقطة واحدة بس. قدروا سيدات السلة ان هم يفوزوا على نادي الطيران، ده كان نظرا لصعوبة المباراة وان المباراة كانت صعبة. يعني كان اداء الفرقتين يعني اداء قوي جدا من جانب النادي الاهلي ومن جانب نادي الطيران، فقدر النادي الاهلي ان هم يفوزوا بفرق نقطه واحده بس على نادي الطيران، وده كان ضمن اطار الجوله التاسعه من بطوله الدوري السوبر لكره السله. النهارده ان شاء الله سيدات السله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى للتدريبات بكره عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون يوم السبت المقبل مع نادي سموحه، وده هيكون ايضا يعني ضمن منافسات بطوله الدوري السوبر وهتقام ان شاء الله على صالة نادي سموحة. ده بالنسبة لي يعني كرة السلة في النادي الأهلي. خليني بقى أروح لكرة اليد داخل النادي الأهلي، والفريق الأول لكرة اليد رجال تحت قيادة الكابتن طارق محروس النهاردة إن شاء الله هيوصل تدريبات بشكل طبيعي من الساعة 2 للساعة 4 على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، يعني بيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان طبعا يستعدوا للمباريات الفترة المقبلة. ويمكن يعني بعد التمرين إن شاء الله نهواند الفريق والجهاز الفني والكابتن طارق محروس كلهم هيتجهوا لمدينه الاسكندريه عشان يدخلوا في معسكر مغلق يعني استعدادا للمباراه القادمه، وده عشان يكونوا يعني في حاله تركيز ويدخلوا في اجواء المباراه. يمكن بكره ان شاء الله يعني عندهم مباراه مع نادي ايضا يعني مع نادي سموحه وهتقام يعني على صاله نادي سموحه بكره بالليل ان شاء الله، وده هيكون ضمن منافسات بطوله دوري المحترفين لكره اليد. كمان رجال اليد او رجال الطايره عفوا الماسترز تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا بكره للتدريبات الساعه 4 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه ايضا في بطوله الدوري واللي هتكون يوم السبت المقبل مع نادي طلائع الجيش، وهتقام على صاله نادي طلائع الجيش في تمام الساعه 9 مساء. دي هتكون يعني مباراه يوم السبت. وسيدات الطايره النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعة 5:30 على صالة الشهداء داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراة يوم الجمعة واللي هتكون مع نادي وادي دجلة على نفس الصالة بتمرنوا عليها سيدات الطايرة وهي صالة الشهداء داخل مقر النادي، والمباراة يعني هتكون يوم الجمعة إن شاء الله نهواند مع نادي وادي دجلة في تمام الساعة 8 مساء، وده هيكون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة. يمكن دي كانت كل الأخبار المتعلقة بالفرق الرياضية نهواند داخل مقر النادي الأهلي. طبعا أنا معاكي لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. بشكرك جدا يا نهواند، الكلمة ليكي. لا ما فيش أي استفسار، بنشكرك جدا على هذه التغطية سالة، شكرا ليكي.